يا رب. كريم من شي 10 أيام شفت بنومي قال رايح ماشية، فشكله يمكن ناح بيتنا القديم بالشام. فواقفة قال بفوت زلمة كبير بالعمر بيقول لي اقري الفاتحة مرة ومرتين. فأنا واقفة قال أجلك من بصير بينزل مني مثل هذا تبع الصدف، طيب بينزل صغير لما بيصير بالأرض، قال أنا عم مسح حالي بيطلع مني بيكون صغير بعدين بيكبر بالأرض. أيوة وبعدين بينزل بيقول لي قريتي الفاتحة؟ بقول له ايه قريتها وشوف شو طلع. حلو. بصير بيكمش قال وبينكشهم بالعودة، بقول له انت عم تنكش انا عم بتوجع، واقفة جنبي مرة. طيب بعدين بمشي بشوف حالي قال واقفة على اسطوح، واحدة بتقلي ما بدك تبيعيني بيتك؟ بقول لها لا ما بدي بيعك اياه، ب450 ماني بايعتك اياه. بتقلي انتو ما بيعجبكم العجب. بتنط واحدة بتقلي شو اسمه انا ببيعكم بيتي. قلت لها ايه روحي بيعيهم بيتك، بيتك صغير. شوي بلاقي حالي غاسلة والابيض قال لونه عم اتم. تيجي بنت حماي متوفية عم تنشر لي اياه، بقول لها انا ما بدي انشر الابيض هون، انا بدي انشره على الكنار لتحت. بلاقيها قال الابيض نازل على الارض والحبال اللي نازله على الحاره كلها وحل وفزيت. عندك حد توفى قريب يا ام حسان؟ لا. وين زوجك ما شاء الله؟ زوجي متوفي له 10 سنين. هذا قصدي، انا قصدي المتوفي. الحمد لله انه طلع متوفي، لانه كان راح فيه وفاه ظاهره عندك في الحلم، فالله يرحمه طبعا قبل ما تروح الجنه ويعوضك ما صبرتي. اولادك شو اخبارهم اولادك؟ الحمد لله عندي اولادي، ابني قلت لك سبق حكيت معك من فتره، ابني بالسويد واثنين هون عندي بالكويت، بنتين وولد. طيب بس عندي بنت ما عندها اولاد. هي الفاتحه ربما النكشه هذه هي البنت اللي ما عندها اولاد، ربما الفاتحه عن ممكن ترقيها بالفاتحه، سورة الفاتحة. هذا اللي مثل الصدف ترى، هذا انا ليش قلنا لك، يعني هذه هي الولادة والحمل، في مشكلة مانعة انه يتكون عندكم الولادة والحمل عند البنت هذه، فربما انه برقيتها الرقية الشرعية وتحافظ على نفسها وتتابع الاطباء ان شاء الله تكون بألف خير وعافية. المشكلة عندنا انه في رقم 45 راح يتكلم عنه بعد البريك، لا تشلهم. اذا اخواني واخواتي المتابعين معكم باذن الله سبحانه وتعالى، لدينا هذا الفاصل ثم نواصل ان شاء الله. إذا حياكم الله من جديد إخواني وأخواتي مشاهدين ومشاهدات ومستمعين حيثما كنتم. بالنسبة لأم حسام الكويت 45 هو الذي يدل على الوفاة، فأنت خبرتين الزوج متوفي، فأصبح البيت هنا أهلك، فأصبح عليك رقيتهم بشكل عام ولا تتنازل عنهم مهما حدث، ابقي معهم، استمري في الدعاء وبالتواصل معهم، فسوف تكوني لهم راحة ونجاة وسعادة. هذا والله والعليم الحكيم. المادة التي سقطت هي الأبناء والحديدة هي ولد. إن شاء الله إن إذا قرأت الفاتحة البنت هذه بشكل عام، رقيتها بالفاتحة، ربما تمسك الخلف و